لا يعني لو سلطت لنا بعض الأضواء، يحتاج الناس إلى إيضاحات. سمعوا كلاما كثيرا في الإذاعات، وفي يعني تعرفين هناك مواضيع تتخذ كأنها يعني مواضيع الساعة. هناك قرار يعني صادر عن رئيس المحكمة الإدارية، صدر بتاريخ 18 أبريل، وهو في معناه ضمنه إذن بإيقاف تنفيذ قراركم كهيئة اليوم 21 ديسمبر 2015. أنتم أصدرتم بيانا بلاغا صحفيا وجيزا مقتضبا، اعتبرتم فيه أن هذا القرار تسجلون أنه لا يمكن تنفيذه، وتبعا لذلك فأنتم تعتبرون أن استمرار الوضع على ما كان عليه قبل القرار يعني تنفيذ الإعفاء من العضوية. لو سلطت الأضواء لماذا؟ لأن هناك حديث كثير في الصحف وكأن الهيئة تتحدى المحكمة الإدارية والهيئة الأدري، لو فسرتي في دقيقتين يعني بالضبط خلف موقفكم. نعم، شوف سيدي، احنا قبل كل شيء معناها الهيئة عمرها ما تتحدى مؤسسة دستورية. طبعا الهيئة بالعكس يعني بالنسبة لي حريصة على احترام المؤسسات، والقرار ذي بعيد كل البعد على معناها فكر التحدي. اللي صار هو أنه المحكمة الإدارية أخذت قرار تحفظي، راهو الحكم في القضية ماهوش حكم، خاطر ثم تضليل. هو إيقاف تنفيذ وليس حكما. بالضبط، هو إيقاف تنفيذ إجراء بشكل تحفظي، معنى إجراء تحفظي في انتظار البت في القضية المحكمة. نعم أي. وإحنا راهو سبق اللي القرارات نتاع توقيف تنفيذي قامت بهم المحكمة الإدارية في هذا الشأن، في شأن نتاع ملف سيدة بيا، احنا امتثلنا لهم وطبقناهم وناخذين بعين الاعتبار طلبات المحكمة. اللي صار لنا في الحالة هذه هو انه السيدة بيا حبر ما اخذى بين يديه هالقرار مشاء طول الذم على الهيئة، الذم على الموظفين، اعتدى على موظفين، هدد موظفين، سب موظفين، حل جعفرية، وقف الخدمة. ليلة يوم الجمعة الهيئة كانت معطلة أعمالها، أنا وبعض زملائي ما كناش في الهيئة، ما كناش كنا في بيت الأسماء. والشيء اللي صار لنا هو أنه وقت اللي رجعنا يوم الاثنين واستدعينا جلسة عامة باش تنظر في الملف كما يصير في البلدان المتحضرة الكل، في مؤسسات اللي عندها تحترم المؤسساتها، يعني يجلس مجلس الهيئة ينظر في الطلب و كما نستانس يجاوب إيجابيا، تعامل إيجابي مع المحكمة. المرة هذه وقت اللي التأم المجلس لقى نفسه في وضعية استحالة التطبيق، لأنه عنا مدير شؤون القانونية عمل جلطة على أثر الاعتداء اللي عمله وذي في زهير مخلوف، ومشى للكلينيك اللي بجنبنا، ولليومنا هذا مازال يعالج من أثار الجلطة اللي عملها له. يعني كيف أنت عندك الموظفين متاع الهيئة يعتدي عليهم شخص، اش نزلت تنجم تدخله، شنو اللي تنجم تعمله؟ اذا الشيء اللي احنا افترينا باش ناخذه كاجراء هو انه نسجلوا استحاله التطبيق بافعال اسباب الافعال اللي قام بها نتاع الاعتداءات يعني المتواتره على الموظفين اللي خلانا ما نجموش نطبقوا. ونحب نقول حاجتين، حاجه الاولى قررنا ايضا توجيه لسيد رئيس المحكمه الاداريه مذكره نتاع طلب إعادة نظر في القرار ومدوا بالمستندات المؤيدات، يعني ما نجموش ننفذوا، وهو احنا عنا يقين اللي باش يفهمنا. إضافة لذلك حاب نذكر أنه فما زوج قضايا جزائية ترفعت ضده بالأهل على إثر الاعتداءات هذية، وهذوما الكل احنا قاعدين للمذكرة إن شاء الله يعني في من أن نهار الاثنين باش توصل لسيد رئيس المحكمة الإدارية فيها جميع المستندات اللي خلاتنا غير قادرين باش ننفذوا. يعني عفوك سيدتي، القضايا الجزائية أما القضايا الجزائية مرفوعة باسم الهيئة يعني ولا باسم أفراد في الهيئة؟ ثم واحدة باسم الهيئة مرفوعة، واحدة باسم المتضرر مدير الشؤون القانونية اللي هو صار الاعتداء عليه كشخص. نعم، خلينا نكمل لك حاجة أخيرة. تفضل. راهو توقيف التنفيذ فما العديد من مؤسسات الدولة اللي ساعات توضع في وضع استحالة التنفيذ. مثلا هذا صار مع وزارة الدفاع، ورغم اللي هو قرار في الأصل مش قرار احتياطي، ما نجمتش وزارة الدفاع تطبقه في شأن استرجاع العسكريين اللي وقع فصلهم قبل. أيضا وزارة رغم أنه قرار نهائي، معناه هو ذاك النهائي، احنا مازال ما عندناش النهائي. وزارة العدل عندها نفس الشيء،
يعني صارت لها احكام اللي ما نجمتش تم تسريلها. اي واشعرت المحكمه انها تم استحاله نتاع تنفيذ. احنا توجدنا في الوضع هذايا بالضبط، وعندنا كل احترام للمحكمه، وبالنسبه لنا احنا دورنا هو بالعكس الدفاع على مؤسسات الدوله وعلى دوله القانون، وغريب علينا تماما هالتفكير اللي نسبه لنا اللي نحبوا نتحداه. الشيء هو السيد هذايا غير اهل باش يكون عضو في هيئه عموميه دستوريه دورها رجاع الحق لاصحابه، وهو يعتدي على الموظفين اللي تحت مسؤوليته. يعني هذا نتصور الناس الكل تفهم اللي ما نجموش نقبلوا فيما بيننا شخص غير اهل غير كفء باش يكون في مستوى المسؤوليه مثل مسؤوليه العداله الانتقاليه.